للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه الاكاديمي المتخصص بشؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. يعني احصائيات من وزاره التعليم ترصد رسوب 1 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفه في العراق. ماذا يعني رسوب هذا العدد الكبير من الطلاب في بلد يعني عرف عنه بتاريخه بان التعليم كان احد اهم الاساسيات الموجوده فيه وهو العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بكم. الحقيقة المستوى اللي وصل إليه التربية والتعليم في العراق ضمن المؤشرات اللي تفضلت بها مستوى مخجل، بعد أن كان العراق يفتخر بمستويات إنتاجه التربية والتعليم، وكان كوادرها التعليمية تساهم في أنظمة التعليم العربية وسد شواغرها التدريسية. وطبعا هذا السبب لا يعزى فقط إلى الطالب، رغم أنه الطالب من أسباب غيابه المستمر لأسباب أمنية وشخصية، انخفاض مستوى طموح الطالب وعزوف الطالب عن الدراسة بسبب انشغاله بأمور اقتصادية وكسب العيش. هناك أيضا أسباب أخرى، كثرة المقررات الدراسية، اكتظاظ الطلبة في الصف، عدم استخدام تقنيات تربوية، تهاون في معاقبة الطالب، التوجيه والإرشاد. هذه كلها الأمور طبعا تساهم في وصول العدد اللي تفضلت به وهو 1 مليون رأس. مع الأسف أن العراق يوسم بهذه الصفة بعد أن كان أنظمة التعليمية من أرقى الأنظمة التعليمية بشهادة اليونسكو ودول العالم المتقدمة. يعني أستاذ سلوان، يعني على الرغم من مجانية التعليم في العراق، إلا أن الأهالي في العراق ينفقون مبالغ طائلة على تعليم أبنائهم. كيف تنظر للمنظومة التعليمية في العراق؟ يعني مع أنها مجانية، ولكن كما ذكرت هناك مشاكل كبيرة في المنهاج. هل المشكلة في الكادر التعليمي أم أن المشاكل هي محصورة بالمنهاج والتعديلات التي تجري على المناهج الدراسية في العراق بشكل متكرر، مع يعني وجود أخطاء كبيرة في المنهاج؟ نعم، الفكرة الأساسية ببساطة أنه النتيجة اللي تفضلت بها 1 مليون راتب هي نتيجة حتمية لتدرج مراحل سابقة. لا نبني احنا من فراغ، نمارس مرحلة ابتدائية ومتوسطة، وهذه الأزمة هي أزمة مستمرة تبين تدني التعليم وانعكاس لضعف نظام التعليم والتربوي، يجب أن نقر بذلك. اثنين، معاناة قطاع التعليم كثيرة، ليس فقط المنهج. من عندما تهدم مدارس ولا يبنى مكانها، طبعا هذا راح يؤدي الى مشاكل كثيره، منها استغراض اللي قلناه الصفوف، عدم راحه الاستاذ والطالب في الصف، ضعف وسائل التعليم، ضعف كادر التدريس، وعدم وجود برنامج لاعاده تاهيله وتجديد خبراته، انتشار دروس الخصوصيه. تفضلت انت بانه مجانيه التعليم، لكن هل التعليم المجاني يوفر شيء نوعي للطلبة؟ يضطر الآباء والأبناء إلى دروس خصوصية، وإذا أستاذ أمن أنه الدروس الخصوصية يعني مضمونة، سوف لن يغطي المدرس المفردات المنهج بشكل مضبوط، ولا يربط المنهج بحاجات المجتمع ويشوق الطلبة إلى الحياة. ناهيك عن الانعدام الأمني المجتمعي ووجود يعني وسائل الإرهاب والخطف وضرب المدرس وإهانة الإدارة التعليمية، وطبعا زيادة بطالة الخريجين. فماذا الطالب يعني ماذا له أن يتقدم أو يتقبل العملية التعليمية؟ هذه كلها مسائل محبطة للطالب. نعم، محبطة للعملية التعليمية. نعم دكتور، بالحديث عن مخصصات التعليم، يعني هل مخصصات التعليم في العراق في موازنات العراق ترتقي للحد الأدنى من مخصصات دول العالم التي تضعها من أجل التعليم في البلدان؟ مثل الدول الأوروبية تفرض الكثير من المخصصات من أجل التعليم، وأيضا العراق يضع في ميزانيته المبالغ المالية الكبيرة، ولكن هل العراق فعليا يستخدم هذه المبالغ في الميزانية المخصصة في التدريس؟ والله أستاذ، حسب ما نعرف من وسائل اللي تنشر على وسائل الإعلام، ليس لدينا يعني خلينا نقول معلومات من وزارة التربية، بس ما نشر أنه في السنوات الأخيرة خصص مبالغ أكثر من 24 مليار دولار
للتعليم، لكن أين مخرجاته؟ هذه المبالغ لو تجي تلاحظها في دول عربية مثل خليجية وغيرها بهذه المبالغ حصلت على المرتبة الأولى في جودة التعليم ووصلت إلى مراتب عالمية، لأن لديها خطة واضحة، لأن لديها خطة في وضع يعني مراحل للتعليم والتربية، وطبعا إبعاد ملفات الفساد عن هذا القطاع مهم جدا، لأنه أنت تتعامل مع أخطر مرحلة أو أخطر قطاع في الدولة. نعم. هدمت التعليم هدمت الدولة، لم يكن لديك أي مستقبل، أي بنية تحتية، أي خطط تنمية، أي أطباء، أي مهندسين، أي مدرسين، كلهم سيكونون واهمين بسبب ضرب العملية التعليمية. فلذلك أكو مثل يقول من أمن العقاب ساء الأدب. نعم. عدم وجود محاسبة لأين ذهبت هذه المبالغ وأين استثمرت، والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فعلينا أن عندما تعلن خطة الوزارة خطة جديدة تقول أنه ستبني 3000 مدرسة وترميم 2000 مدرسة وستوزع الأسئلة الامتحانية إلكترونيا لمنع التسرب والحد من ظاهرة الغش، إذا علينا أن نتابع هذا الكلام ونسألها بعد مرور هذه الخطة هل ماذا تحقق منها؟ ليس أن نعطي للطالب كما عمل ممثلي الشعب دور جديد في الامتحانات لكي يحسن مستواه ومعدلاته، هذا نعم. ليس حل. نعم دكتور، يعني هل برأيك مع هذه العملية مع العملية التعليمية دكتور، هل مع العملية التعليمية وحالة الرسوب الموجودة الآن والتي صرح عنها، هل تعتقد بأن هناك تدمير وتخريب منهج للمؤسسة التربوية؟ هذا كما تقول النائبة السابقة شروق العبايجي. والله أنا ما يعني لم أتابع ماذا قالت، ولكن أحب أقول لحضرتك من خلال متابعتي، لأن يعني شخص يعني بالتعليم والتربية من فترة طويلة، أن تدمير التعليم بدأ من عام 2003 بعد الاحتلال، ومن خلال استلام المباشر لوزارة التربية وتغيير المناهج التربية التعليمية والتربوية، وبعد مرور 15 سنة نجد أنه العملية التعليمية في العراق عملية فاشلة بمفاصلها ومخرجاتها، وطبعا أدى إلى أحيانا كثيرة إلى عدم الاعتراف بها. فإحنا لا نتكلم فقط هذا التعليم الأساسي، رح يبنى عليه تعليم جامعي. إحنا العراق دولة لها تاريخ من بداية القرن الماضي بالتعليم والتربية، ولها جامعات عريقة. فرحت الجامعات في دخول جامعة بغداد ضمن الألف جامعة سلم تصنيف التايمز الدولي، لكن هل هذا هو مكاننا الطبيعي؟ علينا أن نعرف أين مكاننا من الجامعات. شكرا لك. ونجري مواكبة الجامعات اللي حصلت على درجات أفضل من عندنا. نعم دكتور. وأن نبعد عن حرم الجامعي والمؤسسات التعليمية عن الجانب السياسي، هذا هو الحل اللي أرى مناسبا للمستقبل. وصلت الفكرة دكتور سلوان العالي الأكاديمي المتخصص بشؤون التعليم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.